يا ابوي وحشتني السرايا وصلحي. يا ساتر انا اتخنقت من قعدتي عند صفة ابو اليسر. قلت عاود السرايا. انا رجعت دلوك مع رجالته في حرستهم. بس عفارم عليك عفارم عليك يا مصلحي، وضبت السرايا زين ودهنتها زين وفرشه يعني. بس الفرشه مش عاجبني يعني. خصيمك النبي المليون جنيه اللي اديتها لك دي صرفتها كلها ولا خسرت حاجه؟ مالك صرفتها كلها طبعا، بس باقي يعني شويه حاجات كده تشاطير. طيب فين الستاير؟ الراجل في قنا الصنايعي قال لي قدامك يوم ولا اثنين بالكثير، وبعدين انا سايب معايا قرشينات عشان لما يجي اديهم له. على العموم انا مضطر اصدقك يعني، اعديها لك. على العموم يا مصلحي مبروك مبروك عليك العموديه. أنا عملت كل ده عشان أتحامى فيكم وأدلع معاكم. أنت كنت مخطط لكل ده يا عمي؟ أمال فكرك يعني أبوك كان هيبقى عمدك ده لحاله؟ واه إيه؟ مالك يا عرود؟ يعني أنت لو كان عندك بيت تاني ما كنتش وافقت أن أبقى عمدة، ولا كنت وصيت عليا الجدع ده صفوة أبو اليوس؟ من حظك يا مصلح. لحضرة العمدة. مالك يا مرة هتير أنت؟ أنت يا جرشاه مهمل اللي وراكي وجايه هنا ليه؟ ما انا كنت عايزه اسال عن انت لا تسالي ولا ليك قعاده هنا. خدي حالك والمره اللي معاكي وهملونا وما تعودوش السرايا تاني.